أهلا بكم من جديد. قرر الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني وحركة التغيير في إقليم كردستان خلال الاجتماع الثلاثي الذي جمعهم اليوم بحضور رئيس إقليم كردستان شيرفان بارزاني ونائب رئيس وزراء إقليم كردستان قباط طالباني إرسال وفد سياسي وحكومي إلى بغداد للحوار مع الحكومة الاتحادية والأطراف العراقية للتوصل إلى اتفاق وحل المشاكل العالقة بين الطرفين. وبحسب بيان المكتب الإعلامي لرئاسة إقليم كردستان أنه تقرر خلال الاجتماع المشترك إرسال وفد سياسي وحكومي رفيع المستوى في أقرب وقت إلى بغداد للحوار مع الحكومة الاتحادية والأطراف العراقية للتوصل إلى اتفاق وحل المشاكل العالقة خصوصا فيما يتعلق بالحقوق والمستحقات المالية لإقليم كردستان وتثبيتها في مشروع موازنة العراق للعام المقبل. كما تقرر خلال الاجتماع التأكيد على دعم إصلاحات حكومة إقليم كردستان فيما يتعلق بالإيرادات والصرفيات واتخاذ الخطوات اللازمة لتأمين الرواتب الشهرية للموظفين وتلبية متطلباتهم. وجرى التأكيد بحسب البيان على ضرورة أن تكون تظاهرات سلمية بعيدة عن العنف والهجوم على المؤسسات الرسمية وممتلكات المواطنين. وأكد المجتمعون على أن التظاهرات حق سلمي ومشروع، كما أن جميع الأطراف شددوا على المسؤولية المشتركة لمصالح المواطنين وتخطي هذا الوضع غير المرضي في إقليم كردستان والدفاع عن كيانه.